قدوم شهر الفضيل شهر رمضان، مجموعة الدواوين يطلعون بيان على عدم الاستقبال، وهذا طبعا معادتنا الظروف المرضية، ونخاف من العدوى، واحد يدواني يتعدى من عندنا واحنا نتعدى منه، وإن شاء الله تمر بخير والبلد بخير. ونشكر سمو الأمير على ما قام فيه، على رجعته للكويت اللي برا، ويون عند أهلهم بلدهم عند أمهم الكويت، سالمين مسالمين إن شاء الله، وعسى الله تمر بخير وسلامة، وشكرا جزيلا.